السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا اليوم يا اخوان بدي افرجيكم فيديو حالة من مئات الحالات اللي بتصير معانا تقريبا بشكل يومي، اللي هو اجانا اتصال امبارح من جار النا بربي دجاج وارانب وحيوانات، بحكي لي انه في عربيد محشور عند الدار. فروحت انا طبعا بحكي لي انه هم ثبتوا يعني وداعس عليه في كشاطة، فبحكي لي حاول على السريع. حكيت له يلا دقيقتين بكون عندك، طبعا قريب يعني من دارنا. رحت وصلت لقيتهم داعسين في الكشاطة على العربيد. العربيد كان في اشي غلط، يعني كان لافف حاله معكود زي ما راح تشوف بالفيديو. فطلت العربيد بحكي لهم هذا مش طبيعي، فانا استغربت يعني لو انه طبيعي العربيد كان بتلاقيه بخابط وبصير بده يطلع، يعني حركته سريعة يعني مش غشمين عن حركة العربيد. طلعت العربيد برا فانه كاين صاحب سيارة داعسه داخل على الدار العربيد، فرايح حكي للناس انه في عربيد وانه داعسه فدخل عندهم على الدار. يعني لو العربيد كان طبيعي مستحيل يعرفوا يثبتوه في الوضع والمنطقة اللي كان هو فيها، لانه مليانة حطب، في شغلات كثير يتخبى فيها. فالمهم انه يعني انا بدي احكي لكم شغلة اللي هي الافاعي الغير سامة، بصراحة حرام تنقتل، حرام تنضرب. يعني في مرات يعني الناس بتطلع على حية بحكي لك دعستها بس هربت، بتعاود تموت او انها اكلت ضربة وهربت، انه هاي بتعيش؟ لا مستحيل تعيش. يعني اكل نكرة صغيرة بتكلها الافعى او العربيد يعني راح تموت، بصير معاها نزيف داخلي وبتموت. يمكن تهرب حرارة الروح، تقعد ساعة ساعتين تضل تنزف عبين ما تموت. العربيد مفيد جدا يا اخوان، وفي ناس يعني بلشت تقتنع انه العربيد جد مفيد. عندها مزارع دجاج بتاخذ العربيد عندها بتربيه في المزرعة، بوكل فران، افاعي سامة، يعني اي اشي بتشوفه قدامها بيحاول انه يضر يعني راح تاكله. فبرضو لها يعني فوائد. ناس بتحكي لك خلص عندها الافعى، افعى سواء سامة مش سامة، بس طبعا الافعى الغير سامة مفيدة بكل اشكالها. وزي ما راح افرجيكم في الفيديو يعني احضروا للاخر. والعربيد بصراحة جد ضخم وخسارة عليه، والله انا تنكدت يعني لانه طويل وحرام بصراحة ينقتل. يعني بيكون يعاني يعني هذا يمكن فيه 20 سنة، يعني تخيل 20 سنة وهو يوكل ويطلع وسبت شتوي ويرد يطلع ويوكل ويتغذى فينقتل هيك، والله حرام. جاهز؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. اليوم ثالث يوم العيد، كل عام وانتم بألف خير وان شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. اجانا اتصال من جارنا مربي غنم ودجاج وشوية حيوانات هيك، فداخل عنده عربيد ومثبتينه للعربيد، مثبتينه للعربيد حشرينه. بتعرفوا لما يكونوا تكونوا مسكين او محشور العربيد بصير يهجم هيك، فبحكي لي بسرعة حبيبك. اسلم. وين؟ انا مفكر عند الزلمة نفسه الاتصال. السلام عليكم. خلص يلا احمله زي ما هو. هذا جاهز. كبير. بوضع حاله هو ابراهيم. هو مرات مش دائما بس طلع فيه رابط حاله. لحاله رابط حاله. ما هو الفيلم وين؟ فيش غطاي؟ هذه هلا ظلت تحت السيارة. هم قدم طول. هات الكشاط هات. بدناش نعض. عض والله كبير. كبير سنترين بس عاد يطلع بس ليش يفوتني كيف زمان اللي هيك لا هسه يوم رنين عليك شفتني جاد اه بس شكله بده يموت حاله مو حاله مو بالضبط عض حاله من عند الراس شكله مات الضرب مرتب هيك لا هاي عضته شايفها رفعت جهه ثانيه ما كنت بتسيارة عليه زي ما كان الزلمه كان دعسته لا والله مدعوس مين طلع
طلع عليه واحد بسيارة يقطع معناته هذا جيز هاي من هنا المكان قوط عد حيله لا يا زلمه ما بقول لك داعس الزلمه مدعوس قوط زلمه بقول طلعت علي بس ما اعرف ايش كان داعس بالسياره لو عد حيله بصيرش في شيء عادي بس هاي طال هاي متحس معك شيء هي هاي عادي العد شكله لا اسنان بيجي منين بس شكله هذا معي جاهز صار علي خزلان عمتي حمتي انا والله معقول يموت؟ خلص جاهز مات ايوه طولك يا شباب طولك يعني طلع من هين جميعه نافع انا مليون ما تجيش هيك فار مفرن الزلمه هو السيارة بكتنا هذا هو المنطقة هاي 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 لو انه حطينه هيك في القلعة انه بطلع يا مرحب كيف برش بالقلعة برش هي ثمان شو مو جاهز عشان بيطلع في الروز يا الله حبيبي بالافراح ان شاء الله بدنا نروح سلام عليكم والله يا اخوان تنكدي العربية ضخم ضخم فواحد كاين داع سوديل الجماعة عليه جاهز في شيء بيطلع في الروح كده الله بعوض نصيب ويندس وان شاء الله ما يكون الفيديو عجبكم طبعا انا حبيت انزله هيك يعني على اساس انه تشوفوا يعني مش حلو انه كل مره اقعد انزلكم في فيديو اروح وما نلاقي يعني مرات بيحكوا لنا انه موجود الافعى ما بنوصل نص الطريق برد يرنوا انه الحية راحت مرات بيحكوا لك هيا في مخزن محصورة بنروح مندور بتلاقي 100,000 طريقة تطلع فيها الافعى تكون هاربة فالناس خلص شو بعرفها فيعني ما مننزل مليان مقاطع طبعا هذا كله يعني بتروح وبتيجي وغلبة ومشاوير وعساس نلاقيها بالاخر ما تلاقيها يعني برضو الواحد مرات انه بتنكد يعني بس مش مشكلة يعني واي اشي احنا بالخدمة وجاهزين وان شاء الله انه يكون الفيديو عجبكم وتحياتي للجميع وطبعا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس